اسألها القلب بيدلك طريقك، وين دمعة بنت وضحكة شاب أشواق بتجمع الاتنين. لما بتجرح ضل تذكر جرحك أقوى من السكين، ما بيتداوى قد ما طول، لا بيوم وشهر ولا سنين. جرح الهوى ألم وصعب ما بيشفي غير الحنين. كون العشق كون الوفا كمل معي حلم سنين. لما بتجمع بس فلوس ما عندك كيف أهوي، يمكن نزعل يمكن نفرح، خلينا قلب بجسمي. من وين جاي بلبل؟ بلبل؟ انت لوين رحتي؟ وليش طولتي هيك؟ انا فكرت انه مطولين عنا، مشان هيك طلعت من الباب اللي ورا حتى ما حدا يشوفني، عيب اطلع قدامه. بتعرفي هلا ما في داعي تهربي لمحل، احذري ليش؟ بدهم يحددوا عرسها لبراقيا. عن جد؟ يعني اختي براقيا عجبتهم ما هيك؟ فرحتيني والله، واخيرا صارت شغله تفرحنا بالبيت. استني شوي، انت لسه ما سمعتي الخبر الثاني اللي احلى، رح تتفاجئي كثير وقت تسمعيها. بلبل رح يطير عقلك. شو قليلي؟ بتعرفي مين الشاب؟ ايه ابهي شيك بريم. لك هذا بيكون هو نفسه الفنان المشهور ابهي. ابهي؟ بلبل انا كتير مبسوطة، ما عم صدق انه براقي رح تتجوز واحد معروف مثل ابهي، ورح يتحدد موعد عرسهم عن قريب. بتعرفي اكيد كل الفنانين رح يحضروا العرس، قديش رح نتصور مع مطربين وممثلين. انا ما رح اتجوز حدا. أنا رفضته لأبهي. أختي أحسن لك هيك، أنت بتعرفي كيف طبعه، وكل الناس اللي حواليه بيخوفوا كمان. بلبل أنت شو صار لك؟ ليش عم تحكي بهالطريقة عن أبهي؟ يا بورفي أنت أنت عم تغلطي لأنك عم ترفضي الزواج منه. بس براقيا هذا الحكي مزبوط؟ ماما ماما أنا ليش؟ ليش رفضتي؟ ممكن تفهميني ليش؟ لك الزلمة مشهور وغني كمان، وستو أجت بنفسه وطلبت إيدك يا براقيا. هن شافوكي وحبوكي كتير، لك ليش على طول بترفضي اللي بتقدمه لك أمي؟ انتي شفتي كيف ستة حبتك وطار عقلها فيكي كمان؟ انتي شو عملتي بنتي؟ العالم مسؤول عنه وطلبوا ايدك، ليش ما بدك ابنه؟ فهميني ليش؟ بس يا ماما ردي. اختي عملت الصح واللي لازم ينعمل، لانه هدول اكيد ما نون صادقين معنا وفي شي براسهم. خلصي والا بضربك. ما بدي اسمع صوتك بنوب، انتي رح تعرفي اكتر من ستة يعني؟ براقي لا تردي عليها، هو منيحة كتير، بس ليش؟ ليش انتي رفضتي؟ لك ردي علي، على القليل اسأليني، كنت أنا نصحتك. وأنتي بتعرفي ستو هي ما بتكذب بالعادة ما؟ ايه صح يا أمي، ستو كتير منيحة بس شبك. لك ليش أنتي عطول بتطلعي حجة؟ فهميني يا براقيا، لك ليش عم تعملي فيني هيك؟ ماما لك براقيا كل البنات اللي منعرفهم اتجوزوا بس أنتي، انتي ليش هيك ما عم تزبط معك؟ قولي لي بنتي. انا بترجاكي فهميني ليش هيك عم بيصير. ليش كل ما حدا طلب ايدك لازم يكون في مشاكل؟ طيب ليش هيك؟ شان الله امي طولي بالك. جاوبيني يا
براجيا، حاسه حالي رح موت. اهدي امي الله يخليكي، اهدي وطولي بالك امي كرمال صحتك ان شاء الله. يا امي اهدي شوي الله يخليكي امي، وانا بوعد كل شيء كان منيح وابلاشكم كان امي الله يخليكي. ليش رفضتي انك تتجوزي؟ فهميني، انا كنت على طول ادعي لك يا براجيا، واتمنى ان يجي نصيبك وتتجوزي، بس على طول كان يصير معنا شيء مشكله. الا هي المره كانت كل الامور ماشيه معنا منيح. لك كيف بتروحي وبترفضي الشاب وليلي؟ ما بعرف على هالحالة انت رح تتجوزي يا براجيا. امي خالتي. امي شبكي؟ اختي احكي معها بترجاكي. امي قومي. هي تاني مرة بيصير معها هيك، اذا تكررت هالحالة رح يأثر على صحتها صدقوني. تفضلي معي لو سمحتي. أنا رايحة أجيب لها عصير لماما. تعال. أمي تعبانة شي؟ جيب لك الدكتورة نادي لك يا حليكة. براجيا بدي أحكي معك. على مهلك ارجعي. شوفي أنا أول مرة بعصب عليك وأنتي تضايقتي، بس حاسة إنه عم تكبري قدامي، لهيك أنا صرت أحلم إمتى رح شوفك عروس وأفرح فيك، وتمنيت يتقدم لك شاب يكون منيح ويحافظ عليك يا بنتي، ويعاملك أحسن معاملة ويكون طيب معك وما يزعلك أبداً كمان، وإنه يحترمك وتقضوا كل العمر مبسوطين ومرتاحين مع بعض يا براجي. بنتي أنتي بنت ما في منك، وصدقيني بتستاهلي تعيشي مع شخص يقدر قيمتك. أنا ما بعرف شو صار، وقت شفت ستو لأبي حسيت كأنه حلمي بلش يتحقق. حاسة إنه هو اللي رح يحميكي يا بنتي ورح يساعدك، بس بعترف مع هيك غلطت بحقك وما لازم اتصرف معك بهي الطريقة. أنا آسفة بنتي، ليك أختك بلبل كمان وقت بتعمل شي غلط أنتي بتوقفي معه وبتنصحيه، يعني هذا أبي يمكن يكون غلط لما وقف مع أكاش ودافع عنه، بس هو مثل أخوه وأبي بيحب عيلته كتير. شايفة أنتوا الاثنين مثل بعض بتحبوا عيلتكم، لازم تعطي فرصة لتتعرفي على أبي الحقيقي مو الفنان المشهور، فهمتي براجيا؟ وبعدين نحنا نقدر نحكم على أخلاقه. أنت هيك على القليلة بتكوني عطيتي فرصة أخيرة. أي لا تاكلي هم، أنا رح ساوي كل شي بيريحك أمي. لا تساوي هالشي كرمالي براجيا، أنا ما بدي خليكي إنك تتجوزي واحد أنتي ما بدك يا حبيبتي، ولا تقلقي أنا على طول رح ضل حاطتك بعيوني طول مالك معنا هون. أنا ربيتكن لحالي وبقدر أتحمل مسؤوليتكن لآخر يوم، بس لا تتجوزي غصبا عنك. أمي أنا حسيت إني غلطانة وقت أنا رفضته، بس رح صلح هذا الغلط، لأنه أنا أكيد تسرعت بالقرار اللي أخدته وكان لازم شوفه قبل ونتعرف على بعضنا وبعدين أخذ قراري. رح أرجع أحكي معه. عم تساوي هذا الشي مشاني؟ بس أنتي رفضتي بالأول. مثل ما رفضته رح أرجع أقبل فيه. جيت مشان اقول لك انه ما فيني اتجوزك، افكارنا مختلفه ونمط حياتنا وكل الناس اللي حواليك ما بقدر اتعامل معهم، طالما هيك نحن فكيف رح نقدر نفهم بعض؟ انا كان لازم اقول هذا الحكي لستك، بس انا ما حبيت اني خليها تتضايق.
يعني هي كلها حركات قدامنا بس مو أكثر. هي طلعت ذكية كتير، أنا كاشفتها على حقيقتها لا تصدقها. أنت بتعرف ليش عم تعمل هيك؟ ليقول الكل حلو شو هالبنت الطيبة والمؤدبة. أختي ليش عملتي هيك؟ أنتي ما بدك تتجوزي، ليش قلتي لا لأمي إيه؟ لأني حسيت حالي غلطت وأترفضته لأبهي. هلأ أنتي أختي فكري بالقصة منيح، عيلة غنية ومحترمة كمان، وستو حبتني كتير، وحتى أبهي نجم معروف ومشهور وكل العالم بتحبه. أي بنت بالدنيا بتتمنى أنه تتجوزه. يا أختي أنتي مانك مثلهم أبداً، بعرف أنه ما بدك تتجوزي. أختي طلعي بعيوني، انتي مقتنعة؟ انتي ليش هيك عم تكبري للموضوع؟ وليش عم تتهربي مني؟ ما بدك تجاوبيني مو؟ انا بعرف جوابك، لبقى تخبي عني يا براجيا. لك كنتي تقليلي يا بلبل لا تقبلي بالغلط ابدا وبعدي عنه. اختي اللي عم تساويه انتي غلط كبير، هالقرار ممكن يغير حياتك براجيا. ليش ساويتي هيك؟ أنا بعرف إنك مالك مضبوطة. أنا عم بعمل هيك بس كرمها لماما. بس في طرق تانية وماما أكيد. لا هذا الحل الوحيد. مالك شايفة حالتها؟ ماما تعبت كتير بحياتها مشاننا نحنا، وضحت بشبابها لتربينا. هي ربتنا لحالها بدون ما حدا يوقف جنبها بلبل، جاعت كرمال الطعمينة وسهرت الليالي حتى تبني هالصالة لتكفي تعليمنا. هي عاشت حياتها كلها مشان تسعدنا، وحلمها الوحيد إنه هي تفرح فينا وتشوف أولادنا. حرام كتير إنه ما نحقق لها هذا الحلم الصغير. هي قدمت لنا كل شي بتقدر عليه، وهلأ إجا دورنا نحن يا بلبل. ما تفكري إنه اللي عم بعمله أنا تضحية مني، بس أنا خلص قررت ما بقى بدي حب حدا أبداً. بقى قليل شو اللي بيمنعني إني أتجوزه، على القليلة خلي أمي تنبسط شوي وهيك بتضل صحتها منيحة. خلص لا تاكلي همي، خلص حبيبتي لا تبكي. انتي وقت تشوفي امي مبسوطة تأكدي انه كمان اختك رح تكون مبسوطة كتير. اختي بس انتي رفضتي ابهي صح؟ كيف هلأ رح تقنعي؟ بلكي هو ما وافق. هلأ انا ما بعرف شو رح يصير، مالي فهمان اشي، بس نحنا لازم نتصرف أكيد، ولازم نعمل شي لنحل القصة. براجيا بنتي تعي شوي. يلا هن بعتيني غراض كتير حلوة صح جانكي؟ ايه عن جد، أصلاً أنا بحياتي ما تخيلت إنه حدا يبعت لنا كل هالهدايا. شو هدول ستي؟ تعي بنتي ستو لأبهي بعتت لك هدول الهدايا. الصالون تعبى على الأخير. شو هي؟ آه شو حلو هالسنسال، غالي وكتير حلو ما؟ شوفي مبين هالسنسال غالي كتير وشكله قديم كمان. اللي بعتينه ناس أغنياء أكيد رح يكون هيك. شوفي براجي عم تسأل حالها، يعني إذا من قبل الجواز عم يدللوها الجماعة كل هالقد، لكن كيف بعد الجواز؟ شوفي براجيا حلو كتير، البسيه لحتى نشوفه. أنا حابة أشوف كيف رح يطلع عليكي بنتي. لا ستي ما في داعي هلأ لهالشي، أنا لازم أروح لأمي. البسيه لتشوفه أمك، أكيد رح تنبسط كتير. يلا قربي. طلع كتير حلو، شايفة كأنه مشغول مخصوص لإلك أنت.
خلينا نفرجيه لأمك. يلا تعي يلا. مرحبا يا أحلى. بورفي، شو عم يصير عندكم؟ شو عم يصير بشو؟ أنا شفت ستو لأكاش وهي طالعة من عندكم. إيه صحي، إجت تطلب إيد براجيا لأبي. تطلب إيد براجيا لأبي؟ كيف؟ قصدي أنا هيك رح أتأخر على البيت، لازم أوصل الدواء لحالتي. باي. شو يلي سمعته؟ مع إنها بتعرف قرايبه شو عمل فينا؟ كيف هيك؟ كيف بتعمل هيك؟ سالة سالة، يلا فيقي طلعي على براكيا. لمين هذا الطق؟ هذا ستو لأبهي بعتت ليا. حلو كتير مو هيك؟ لا أمي لا تقومي، ارتاحي ارتاحي جد حبيبتي. حلو كتير، طالع بياخذ العقل عليكي بنتي. صح معك حق، ونحن هيك قلنا له. ستي ستي ستي، اجا. مين اللي اجا؟ يا ستي أبي اللي اجا. لازم اقول لك انه انا ما فيني اتجوزها. كان هذا الحكي لازم اقوله لستك، بس انا ما حبيت اني خليها تتضايق مني. كنت جاي مشان شوفك، ليك يمكن أنا كنت غلطانة، لهيك كنت حابة إني اعتذر منك. غلطت بحقك، بعدين وقت فكرت منيح عرفت إنه هاد الطوق اللي لابستيه من ستي صح؟ إيه هي هدتني إياه. يعني بصراحة بعد ما شفت الشيء اللي عملته حسيت إني إنك لازم تتجوزين. آليا كان معها حق، هي البنت عم تكذب، لأنه وقت شافت الذهب وافقت فورا. خلص آليا، ليش كل هالقد متوترة؟ لا أنا ماني متوترة، مستغربة مستغربة كتير. قديش هي ذكية، لوين بدها توصل؟ يمكن هالبنت تكون عن جد بتحبها لبورا. سكتي تنو، هالحكي بيخليني عصب، ما بعرف كيف، بس هالبنت أكيد ناوية على شي شغلة. أو بقدر أقول كأني هلأ عرفت، تنو بظن إنه هالبنت ما بتعرف إنه أخي وبوراب متخانقين، يا أما هي حاسة إنه نحن كلياتنا صرنا منعرف بعلاقتها مع بوراب. وهلأ شو؟ استني بس لبكرة الصبح. بكرة الصبح أنا رايحة على بيتها، لأنه لازم أعرف هي بشو عم تفكر. تعا عود ابني. تفضل. لحظة بس. عود. لحظة لحظة. ضبط بي هدول. يلا حاضر حاضر أبني. يلا تفضل عود. يا أهلين، أنا أسف الصوفايات إذا عادي. شبك ليش هيك واقفة عم تطلعي؟ روحي نادي لها لسالة. ايه يلا يلا. مرتاح ابني؟ ايه. مرحبا. هي سيديات إلك، بس حابة توقيعك عليهم. ولك ليش كل هالقد مستعجلة؟ هذا ظهر عيلتنا، رح يجي لهون كتير، بعدين روحي. عفوا. قليلي شو اسمك؟ بورفي.
هاتي. انبسطتي؟ شكرا. روحي جيبي له مي بسرعه. يلا حاضر يلا. حاضر. على مهلك. هي كنتي سارلة اما لبراقيا. مرحبا. اهلين ابني. الله يرضى عليك. عود ابني. خير خالتي؟ مبين عليكي تعباني. لا انا كتير منيحه. يعني التعب طبيعي بهالعمر. تفضلي. تفضل انت بالاول. ابني ليش ستك ما اجت؟ هي كانت تفضل. رح تجي بس انشغلت شوي بالبيت. لا شكرا يسلموا. لهيك طلبت اني اعتذر منكم. يا ابني ستك بعتت هدايا كتير لنا وصدقني ما كان في داعي. بركاتها بتكفينا. انا ما كنت بعرف بقصه الهدايا. يلا بالاذن انا رايح منشان خبر ستي. لا لا ابني ما بيصير تروح هيك. ما رح خليك تروح لتاكل شي. براقيا حبيبتي روحي على المطبخ وجيبي حواضر وكاسة شاي. خالتي صدقيني ما في داعي ابدا. ما بيصير ابني ارتاح شوي. يلا روحي. ليش ما عم تفهمي علي اني بحبك؟ ما في حدا بحياتي. انتي الحب الوحيد بحياتي يا بلبل. شبك بلبل ليش هيك قاعدة هون؟ كل الناس بتتمنى بس نظرة واحدة من عيونه لأبي، واليوم إجا لعنا على البيت وأنت قاعدة؟ يلا تعي قومي شوفي، عن جد هو شاب ظريف كتير، شوفي حتى وقع لي على السيديات. أنا ما بدي أشوف حدا بورفي. ليش؟ ما عم بفهمك، بتقولي شي وبتعملي شي تاني غبية. وبعدين هاتي لشوف لما رفقاتك رح يعرفوا بقصة أبي ويطالبوا إنهم يشوفوه، شو رح تعملي وقتها؟ تصطفلي لا تردي. أنت طلعت مثل ما ستك وصفت لنا إياك تماماً. شاب طيب ومنيح يرضى عليك يا ابني. بتعرف ستك بتحبك كتير. أعطي له بالأول الشاي. سالة تعي معي ابني شوي ومنرجع. ايه براقيا ضيفي كمان بسكوت. ايه يعني هلأ هداك الحكي اللي قلته أنا من قبل أنت خلص سامحتني عليه مو هيك؟ إذا ما سامحتك أختي في عنا عرس بكرة. بدي بودرة لون أحمر لأنه العرسان طلبوه للزينة. يلا رح جيب لك يا أختي. شو بدك بهالشغلة؟ خليكي واقفة مع أبي. يا سارلة شايفة هاي أول مرة بيجي فيها صهرك لعنا على البيت؟ معقول يروح إيديه فاضية؟ إيه ما بعرف يعني شو ممكن أعطيه هلأ؟ لازم نعطيه أي شيء. أعطيه مصاري. شو عم تحكي أنت بيجي؟ كيف بدي أعطيه مصاري؟ هو يا حبيبتي هو هلأ شو ما عطيتيه رح يقبله لأنه منك. عن جد؟ إيه بورفي.
ما في داعي لهالرسميات ابدا، بترجاكي بلاهم. هي مو رسميات، هي عادات. شكرا. تركيا، خاطركم. لازم اقول لك اني انا ما فيني اتجوزك. كنت جاي مشان شوفك. ليك يمكن انا كنت غلطانه. يلا خلصنا بقى، صار دوري. لا ما حزرت، هلا دوري وما رح تاخذ. لا دوري انا. يا ولد خد هدول لإلي. طبعا. ليك شو عطاني؟ براجيا، اجوا جيرانك قبل قرايبينك لحتى يهنوكي. خالتي انا، انا عرفت انهم طلبوا ايدك لابهي، وعرفت شو جاوبك كمان وشو كان ردك له. بترجاكي ليكي وطي صوتك شوي، انا ما صدقت امتى امي تحسنت. الله يخليكي. يعني قبلتي فيه؟ بتعرفي شو صار براجنا ولسه انت بدك تصيري كنا لهالعيلة فوق كل يلي عملوه؟ خالتي رجاء، يعني خلص منحكي على رواق بعدين. لك اي رواق هاد؟ لك انتي ما شفتي نحن قديش انظلمنا من ورا هالعيلة؟ اول شي بنتي انظلمت، وبعد هيك انظلم ابني كمان. بس بظن اللي صار احسن بكتير بالنسبة إلنا. انتي ما بتستاهلي ابني. خلص بقى، إذا بدك تبهدلي حدا روحي بهدلي ابنك، لأنه كل المشاكل اللي عم تصير معنا هلأ بسببه هو. البول، يعني لحتى تخبي غلطك بتصيري تحكي عن غلط غيرك؟ بس هذا مانو غلط، ابنك كان مخبي عنا قصة ورح يجي اليوم اللي يفضحوا فيه، وقتها رح تعرفي كل الحقيقة، ورح تعرفي كمان كيف كذب على أختي وكان عم يلعب بمشاعرها. بس خلاص. بس لا خالتي، صدقيني أنا فهمانة حزنك كله هاد وتعصيبك علي كمان بفهمه، بس حاولي تفهمي إنه مو طالع بإيدنا أي شيء. رجاءً رجاءً تروحي هلأ من هون. نحنا لازم نحدد موعد العرس. إيه إيه، لكان صار لازم يتجوزوا بقى. ستي غريبة، لسه ما تأكد أي شيء وهي من الصبح مبلشة تعزم بهالعالم. طيب بلكي صار شيء. ألو ستي، ستي هاتي هالتليفون. شو عم تعملي؟ يعني بلكي مرضتي هلا وانتي عم تحكي. قلنا لازمك راحه. انتي بتعرفي منيح ستي اذا بيصير لك شيء اخي ما رح يتجوز ابدا. شو انتي هيك بدك؟ بس تليفون واحد. لا ستي لا، قبل ما يتحدد موعد العرس ونتفق عليه ممنوع تتصلي بالتليفون ابدا وتتعبي حالك. ويلا هلا روحي وارتاحي بغرفتك وبس. طيب لا خلصنا بقى، شو عملت يعني؟ هاتي التليفون. يلا روحي وارتاحي. أخي وين رحت؟ كنت عم دور عليك. معك حق، هالبنت مو سهلة أبداً. أول شيء قالت لي لا، بس بعد ما شافت طوق الذهب غيرت رأيها بسرعة كبيرة. يعني؟ أكيد بتكون عم تفكر إنه إذا قبل الزواج أخدت كل هالقد معناتها شو بدها تاخد بعد الزواج؟ آليا أنا رحت على بيتها وقبل ما أحكي أي شيء هي اعتذرت مني وقالت لي إنه موافقة على جوازتنا.
شو؟ عن جد أخي؟ أول شي كنت بدي أتجوزها من شانك أنتي، بس هلأ أنا صرت بدي أنتقم منها بسببها. تغير معي رفيقي اللي بعتبره مثل أخي، هلأ إجا دوري لغير لحياتها، وتجرأت ورفضتني مرة، وهلأ أنا رح أرفضها كل يوم بعد ما نتجوز. بعد ما تتجوزني رح خليها تدفع تمن علقتها معنا كلياتنا، رح خليها مقهورة. بس منيح أخي، منيح إنه عرفناها على حقيقتها، وإلا للحظة أنا جد فكرت إنه فعلاً بتحبه لأبو راب. اسمعني أبهي، في شغلة ما حدا غيرك بيقدر إنه يعملها، بو راب. إذا عرف بو راب أي شي عن هالقصة هي كلها، أكيد هو رح يوقف بوشنا. لازم تلاقي حل. أنتي لا تاكلي هم، أنا فكرت بو راب كتير منيح، رايح على مومباي بعد يوم أو اثنين ورح يرجع لما أنا بدي. هيك تمام، أنت تصرف مع بو راب وأنا بعمل ترتيبات العرس، لازم نعمله بأسرع وقت ممكن. بس أنتي بتعرفي إنه الصحفيين إذا تجوزت بهالسرعة هي بترجعك. لا تحمل هم هالموضوع، أنا هون، هاد شغلي وأنا رح أتصرف مثل ما بدك. انت فوت هالغراض لجوا. شكرا. عفوا، ممكن تساعدني بهدول؟ ما تواخذني، بعرف كتار، وهي آخر وحدة على هداك البيت. ايه شكرا كتير. يا لحظة، قولي لي مين يسلموا إيدي؟ ما بعرف شي. أهلين بنتي، تفضلي. جانكي؟ حاضر. حبيبتي شو في داعي لأكل هالأغراض؟ ستك صارت بعتي هدايا كتير لعنا، ما بيصير هيك. ولو ما في شي من قيمتكم، ستي هيك بدها، وإذا ستي طلبت أي شي أنا ما بقدر أقول لا. أنا قصدي باعتبار إنه اتفقوا هنن الاثنين وتفاهموا مع بعض، وكمان العيلتين قبلانين، ليش ما منساوي الخطبة بكرة؟ شو؟ مو بكير كتير؟ حبيبتي كيف بدنا نساوي هلأ؟ لسه بكير. لا تاكلي هم شي يا خالتي، كل الترتيبات علي، ومثل ما بتعرفي حضرتك ستي صحتها مو كتير منيحة، الدكاترة على طول ببيتنا، لهيك منعمل الخطبة بكرة والعرس بيكون بعد 3 أيام. يا حبيبتي أنا بفهمك، بس قولي لي كيف بدنا نعملهم بهالسرعة هاي؟ لا تفكري بأي شي خالتي، نحن رح نهتم بكل الترتيبات، وغير هيك الحكيم هو اللي قال إنه بكرة القمر بدر، والعلاقات اللي بتتم والقمر مكتمل ما بتنتهي أبداً، لهيك لازم بكرة تصير الخطبة. ماشي بنتي، إذا القصة بتتعلق بصحة ستك فأنا ما قالي أي حكي. آه آسفة، نسيت شغلة خالتي، بس ثانية لو سمحتي، ما عم شوف كنتنا. راحت لأنه عندها شغل، ما رح تطول. آه خالتي هي لإلها. بس شو هي؟ افتحي وشوفيها، تفضلي. يلا خالتي افتحي وشوفيها. لا خالتي هدول مو كتار، يعني مبلغ بسيط بس. هدول هدية لكنتنا، مثل ما هديتي أخي مبارح. وهلأ لازم روح عن إذنكم. بنتي إذا ستك مو كتير منيحة بتكون حابة تفرح فيكي كمان، يعني تتجوزي. خالتي هالشي عم يصير كرمالي، أنا بقصد إنه ستي بدها تجوز أخي هلأ مشان تفضالي وتجوزني بعدين على مهلة. إيه
بدها أول شي تجيب الكنة وبعدين بتلاقيه للصهر، ما هيك؟ بالإذن. مع السلامة. شكراً. سوريش؟ شو جابك لهون؟ كان بدي اني ساعدها بالهدايا. انت اجيت تساعدها ولا تتجسس علينا؟ شو؟ اجيت تشوف اختي بعد ما ضحكت عليها؟ انا بقول لك كيفها. اطمن، هي مبسوطة كثير وكثير شكرا لانه عاملتها بهالطريقة. لو ما عملت اللي عملته كانت رح تضل مكتئبة طول حياتها. بعد ما قطعت علاقتها فيك رح ترتبط بشب بيحبها ويحترمها وبيفرق عنك من الأرض للسما. واللي رح تتجوزه براجيا هلا مو بس معه مصاري وغني كتير، هو شخص منيح ورح يساعدها. سوريش، براجيا رح تتجوز أبهي. أبهي أشهر فنان. الله يوفقها. خالتي إذا بدك مساعدة بترجاكي قليلي، أنا جاهز. إلك سنين عم تساعدنا، شكراً إلك. لا 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 أمي، خليه يساعدنا أحسن. أختي رح تتجوز من عائلة غنية وناس كتار رح يجوا، والصحفيين كمان، ويمكن يجوا مسؤولين، لهيك لازم يساعدنا. وسوريش كتير بيعرف بهي القصص، بتساوي الحديقة والأضوية والطريق وكل شي. ذكرتني والله، شو صار بالطلب اللي عبيته تبع مشكلة الكهرباء؟ ولا شي ما؟ ليك شو، بما أنك جارنا ركب لنا هالعمود، بس خليك برات البيت ولا تقرب عليه، ما تحاول حتى انك تدعس خطوه فيه. بس اللي منحبهم رح يفوتوا لهون من اليوم ورايح، يعني كل اللي بيكذبوا والغشاشين ما عاد لهم محل بيناتنا. كيفك براجيا؟ سمعت انه انت رح تتجوزي، بتمنى تنبسطي. انا تعلمت انه السعادة الكبيرة هي مثل الحزن الكبير تماما، مانا شي منيح، مو كتير مبسوطة، بس اهم شي اني اكون مرتاحة، وطالما اهلي هلأ مبسوطين فانا اكيد رح اكون منيحة. هذا الشاب منيح وعيلته كمان منيحة، يعني شو بدها البنت أكثر من هيك لحتى تكون مرتاحة؟ معك حق، ألف مبروك، بتمنى لك السعادة. شكراً سوريش. شو؟ كيف الخطبة بكرة؟ ايه ستي، حتى أنا كمان انصدمت، بس هنن بدهن إنه نعملها بكرة. بس يعني كيف صار هيك فجأة؟ ما بعرف ستي، أنا رحت لهنيك لحتى أخذ لهم الهدايا اللي قلتيلي عليهم، فجأة قالوا لي إنه أمها لبراجيا صحتها مو تمام هاليومين، مدري شو صاير معها، مشان هيك الخطبة بكرة والعرس بعد 3 أيام. طيب إذا ما كنتي موافقة أنا رح حاكيهم وأرفض طلبهم. لا لا حبيبتي، إذا هن طلبوا شي ما لازم نرفض، إذا وافقنا هاد فال منيح، وأنا كمان حابة إنه نخطبها بسرعة. بس في شي واحد أنا ما عم أفهمه، أنت كنتي على طول تقوليلي ليش لنساوي عرس أبهي بهي السرعة كلها، بس اليوم شايفتك مستعجلة، ليش؟ مشانك ستي، من لما وصلتنا تحاليلك بتعرفي قديش قلقنا، بس هلأ بما أنه أخي صار رح يتجوز أنا متأكدة أنك رح تكوني مبسوطة كتير ورح تصير صحتك أحسن وترجعي لنا قوية مثل قبل.
أنا مبلشة بالتحضيرات كلها من زمان يا ستي، تحضيرات الخطبة والعرس كمان، وبهدلت العروس اللي رح تصير بعد العرس. بدي كل شي يكون جاهز وكامل مثل ما اتفقنا. ماشي، بحاكيك بعدين. شكراً كتير أخي. خبر حلو. شو هو؟ بكرة خطبتك وبعد كم يوم العرس، وهيك بكون عملت اللي علي. بس أنت شو؟ شو صار مشان بوراب؟ إذا خالص شغلك أنا كمان شغلي بيخلص. بوراب رح يجي اتصال عن قريب ورح يترك المدينة ويطلع من هون مباشرة. ألو، بلبل؟ عمي؟ أهلين عمي، كيفك؟ لا لا عمي، أنت لا تأكل هم أبداً، ما رح يصير شيء. أنا رح أخذ طيارة وإجي لعندكم. ممتاز، حلو هالحكي. بس أنت كيف عرفت إنه عمته لبوراب مرضانة هلأ؟ ما عرفت آليا، أنا اللي خليتها تمرض. بس كيف؟ أنا قلت لعمه عن كل شيء، وكيف بوراب خدعنا كلياتنا، قام هو عصب كتير منه. ساعتها طلبت إنه يعمل لي هالشي كرمالي. أخي أنت عظيم، فكرة بتجنن. مع إنه بيكونوا عمه وعمته لبوراب، بس هنن طلعوا أقرب إلك منه. شغلك تمام، وهلأ كل شي رح يكون مثل ما نحنا خططنا له. إيه. لما تحب اسأل هالقلب، بيدلك طريقك وين دمعة بنت وضحكة شب، أشواق بتجمع الاتنين، همك تجمع بس فلوس، ما عندك كيف قوي، يمكن يزعلي